انا نوره محسن فاوندر ستارت اب اسمها خالة العيال. طبعا مبسوطه جدا وسعيده بالتكريم اللي حصل لنا من الرئيس ان احنا نتكرم في وقت زي ده. اول اتكرم في وقت زي ده وانا لسه كده يعني، فالموضوع كان بالنسبه لي حماسي جدا واداني دفع ان انا اكمل. انا عندي ستارت اب اسمها خالة العيال، بنقدم البيبي سيتنج سيرفيس، جلسات الاطفال بنقدمه للامهات اللي بيكونوا بيشتغلوا عدد ساعات طويله جدا، سواء كانوا بيشتغلوا من البيت او من بره البيت، بيشتغلوا 6 أو 8. في امهات بيوصل عدد ساعاتهم في الشغل 10 ساعات، بيكونوا محتاجين حد يكون مع اطفالهم عشان يكونوا مطمنين ومرتاحين وبالهم مرتاح ورايق، وده هيديهم انتاجيه اكتر في شغلهم. فقررنا ان احنا نقدم لها جليسه، الجليسه بتكون مدربه وكواليفايد بشكل كويس جدا علشان تقدر انها تواكب ده وتكون مع الطفل. احنا بندرب الجليسات فور فري، الجليسه بتنزل للشغل مع الطفل، بتكون احنا حاطين لها منهج مختص بكل فئه عمريه لكل طفل علشان تتابع معاه وتاهل الطفل ان هو ينتقل بقى لستيب تانيه من حياته وهو مبسوط ومرتاح وواخد كل السكيلز اللي هو هيحتاجها للخطوه اللي جايه. احنا قررنا نعمل الموضوع ده علشان نساعد الامهات اللي بتشتغل تكون عندها بالها مرتاحه ومطمنه، وفي نفس الوقت عشان ننمي مهارات الطفل وكمان نوفر فرصه عمل للست او البنت اللي بتشتغل معانا. نتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكبر وان احنا نستمر اكتر ويكون عندنا عدد جلسات مدربه بشكل اكبر وكل الحاجات اللي احنا بنتمناها تحصل في المستقبل ان شاء الله. شكرا.